وبما انه نحن موجودين بالمتحف الوطني ما فينا اكيد الا نزور حديقته الرائعه الموجوده ايضا تحت هي السماء بهذا المكان المفتوح المميز. اصدقاء المتحف الوطني خلينا نقول انه هن جزء ما بيتجزا من المتحف، طموحهم كبير، شغلهم مميز، بده دقه، بده اهتمام. خلينا بالاول نتعرف عليهم ونعرف كيف شو عم يشتغلوا اليوم. صباح الخير، تعرفني عن حالك. صباح النور. هلا، حيدر يوسف، موظف بالمتحف. نعم، اليوم شو بدك تشتغل؟ اليوم عم نقوم بمجموعة من أصدقاء المتحف الوطني عم ندربهم على أعمال توثيق للقطع الأثرية المعروضة بحديقة المتحف. عم ناخذ الرقم المتحفي أو سجل المتحف لو قطعة، نوعيتها إن كان تماثيل أو تيجان أو جرار، بالإضافة للحالة الفنية للقطعة والأضرار المتعرضة لها، أو شو ممكن كمان نحن نقترح توصيات بالنسبة لأعمال الترميم اللي ممكن نقوم للحفاظ عليها للقطعة. عم ناخذ قياسات القطع بالاضافه للتصوير طبعا مشان التوثيق. رح نحكي نحن تفاصيل اكثر، رح نشوفكم كيف رح تشتغلوا. خلينا بالاول نتعرف كمان يمكن على رغد، عارفين عن حالك شو بتدرسي اليوم، كيف بتقدري اليوم تتعلمي ان كان من اصدقائك الموجودين او حتى من الماده نفسها اللي هي بتفرض عليك كثير من الاسئله. هلا اول شيء انا اسمي رغد الحسن، طالبه بكليه الاثار سنه رابعه. اشتركت مع اصدقاء المتحف لاول شيء لاستفيد، لاتعلم، لوثق المعلومات وطبقها، المعلومات اللي عم باخذها بالكليه اللي عم تبقى هون، لحتى نشارك باكثر من مكان ونوثق حالنا ونفرض حالنا على المجتمع كمان. اول شيء نحن بدنا نتدرب هون، نطلع لبرا، يعني برا غير محافظات غير اماكن، لنشتغل ونرجع نعيد بناء الاثار الموجوده ونرجع نشارك باكثر من عمل. بدنا رغد، فرق عليك الناحيه النظريه عن الناحيه العمليه؟ لقيتي اصعاب؟ شو لقيتي الفرق بينهم؟ هلا كثير في فرق. انت عم تاخذي المعلومه بالجامعه بدون ما تكوني او تشاركي باي عملي ما فيك تفهميها، هي بصراحه يعني في كثير معلومات نحن استفدنا ويعني حفظناها اكثر وقت اللي اشتغلنا فيها عملي. صرنا هلا نفرق بين مثلا الاثار، بين النوعيه، بين نوعيه الحجر، هي كلها اخذناها نحن نظري وهون طبقناها. نعم. عملي. نعم. يعني كثير استفدنا منها. نعم، كمان خلينا نتعرف عليك، حضرتك كمان كنت طالب بالاثار بكليه الاثار، خبرنا اكثر بايدك كاميرا طبعا مثل ما نعم نشوف جزء من العمل، خبرنا اكثر عن اليه عملكم. طبعا انا بالبدايه اسمي عدنان كنفاني. نحن عم نشتغل على موضوع انه نوثق الحجر الاثري، ممكن انه نحن بدنا نصوره تمام، فبتندرس هي الصور مثلا او كذا، فنحن بهالحاله بعد ما تندرس بشوفوا بقى وين ممكن انه يعملوا ترميم وين كذا، ومنهم مشان تنحفظ الصوره بملفات المديريه مشان اذا تعرض لتخريب او كذا يكون له صور قديمه يرجعوا يصلحوا منها. عرفتي كيف؟ يعني الصوره الاساسيه محفوظه، بناء على اساسها بيتم الشغل. خلينا نبلش نحن شغل، تفضل، وبدنا نحكي بالتفصيل نحن كيف الخطوات يلي نحن عم نمشي فيها. مبدئيا في اول شيء بندور نحن على الارقام المتحف للقطع، بيكون مسجل على كل قطعه، في بعض القطع ما لها ارقام متحفي ممكن تكون مصادرات او حتى ممكن يضيع الرقم المتحفي تبعها نتيجه عوامل الحت او التعريه، اللي ما لها رقم متحفي بنسجلها من دون رقم، بنوثقها نحن بارقام خاصه فينا. بعدين ممكن ناخذ قياسات القطعه، شو نوع القطعه، ان كان تمثال ان كان تاج ان كان يعني تصوير لحيوان او نحت نافر. بعدين حسب شكلها الخارجي، حسب شكل الخارج وحسب مادتها. هلا اذا كانت المفترض العوامل اللي بتتاثر فيها القطع الكلسي غير العوامل اللي بتتاثر فيها القطع البازلتي، القطع البازلتي بتيجي اكثر مقاومه يعني. بنعمل جدول بهالشيء، هذا اهم شيء. عم نشتغل، تفضل. هلا مبدئيا مثلا ناخذ القياسات، طول عرض تماما، العرض هون 70 سم عندي. هلا طبعا الطلاب عم يتعلموا يمكن هي الخطوات خطوه بخطوه لحتى يعرفوا، يعني ولا خطوه الا تكون مدروسه فعلا ودقيقه. اكيد طبعا. هلا كمان الشباب هون باعتبارهم من اصدقاء المتحف 65، باعتبارهم من اصدقاء المتحف عم بتصح لهم فرصه تدريب، يعني انا هلا طالب ماجستير سنه ثانيه، الفرصه اللي صحت لهم ما صحت لنا بفضل توجيهات الدكتور محمود والاستاذ اياد، عم يعطيهم فرصه كثير مهمه بتساعده بالحياه العمليه. هلا انت سالتيهم على الفرق بين النظري والعملي، انا انصدمت بهالشيء اول ما باشرت الشغل، فعلا في فرق كبير. عمليا نحن هلا هيك عم نجهزهم جيل جديد كفي المشوار ان شاء الله. نعم. خلينا نكمل نحن الشغل. هلا المرحله الثانيه هي مرحله تصوير القطعه مثل ما حكينا.
هلا يمكن ناخذها من زوايا مختلفة سوري. زوايا مختلفة، بس مثلا عمود نحن بنشوف انه الاوجه تبعه كلياتها تقريبا وحدة، فعم ناخذ جهة وحدة بكفي. نعم. حسب اما لما بيكون يمكن شكل حيوان او شكل اثار او غير هذا الشكل، شكل العمود مثل ما حكيت بده صور ممكن نصوره من كل الجهات حسب كل قطعة بتفرض نفسها يعني. نعم. تمام. هلا نحن عندنا هون هذه الجهة متعرضة لتخريب، بنوثقها لهذه الجهة وبعدين ممكن نعمل اقتراحات شو اعمال الترميم اللي ممكن تحتاجها مشان نحافظ عليها اقل شيء اذا ما كانت ترجع مثل الاول. تمام. يعني خلينا نقول اول خطوه ان احنا اخذنا قياساتها كلياتها بشكل دقيق، ثاني خطوه مرحله التصوير، الخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه هي مرحله بدنا هيك نعمل نظره شو الضرر اللي فيها، فيها رسوبيات، فيها عوامل حد، فيها لنفترض اعمال تخريب ممكن احيانا تكون من بعض الزوار يعني. فنحن بدنا نحاول نتدارك هالشيء قبل ما يتفاقم الوضع، لانه السطح الخارجي للقطعة بيكون صلب، كل ما تآكل أكثر كل ما زادت سرعة التفتت للقطعة يعني. نعم. وفي حال كان في مساعدة يمكن إذا بيحطوا شيء عن القطعة أدي عمره مثلا الزمني، فهذا الشيء يمكن بيساعدكم أكثر على معرفة العوامل يلي تعرضت له أو مستوى الترميم يلي هي بحاجته. هذا الشيء ممكن يساعدنا فيه أكثر هو مصدر القطعة مو عمر القطعة. مصدر القطعة إن كانت منطقة ساحلية بتكون دائما متعرضة لعوامل رطوبة وعوامل ترسب أكثر من القطعة المناطق الداخلية، هذا الشيء بيأثر. نعم. بيأثر على سير عملية الترميم. نعم. خلينا هلا نكمل ونعرف نحن شو متعرضه هي القطعه الاثريه. هلا هي القطعه يعني مبين اكلي، فينا نقول تخريب مقصود هون. نعم. على سطح التاج هذا ممكن نحن بنرفع يعني مثل كيف بدي اقول لك مثل توصيات للمعمل الفني، هم ادرى بامور الترميم بيشوفوا كيف بدهم. خليني اسال رغد يلي عم تحط ملاحظاتها بشكل كثير دقيق. رغد عم يحكي عن بعض النقاط انه هون مثلا هي تعرضت لعوامل جويه بحسب انها منطقه ساحليه، هذا الشيء انتم بتقدروا انتم تكتشفوا يكون عندكم هي النظره يمكن من اول نحن ما بنطلع على القطع انه هي تعرضت لهيك؟ هلا اول شيء مو كل القطع بتبين مباشره، في قطع بيكون عليها بعض الرسوبيات بدنا نضطر انه نقيمهم لانه لحتى تبين معنا العوامل كمان اللي اثرت فيها غير الحت والترسيب هذول. بعدين في عوامل تخريب مثل ما حكى، في عوامل تكسير القطعه بتكون مكسره احيانا، نحن كمان بحاجه انه هي نرممها من اول وجديد اذا كانت بحاجه ترميم، اذا كان شكلها كثير بيفرق وقتها بتحتاج انه ترميم بشكل كبير يعني. اما اذا كانت ما كتير بيفرق شكلها وقتها بنتركها على حالتها الطبيعيه لتبين انه هي عن جد من محل ما جبناها مثل ما هي. اكيد. هلا بس سؤال انه اليوم ثلاث اشخاص عم يشتغلوا بفريق واحد بيروح وحده، هذا الشيء بتحسه هو افضل من انه انا اروح بس اقرا محاضرات او اقرا من الجانب النظري وانتظر مرحله يمكن زمنيه طويله لحتى اطبقها على ارض الواقع؟ روح الفريق تدفعك انك انت فعلا تفهم اكثر ويكون لك نظره جماليه اكثر. طبعا هلا لانه مثل ما حكت زميلتي رغد انه الواحد بينصدم انه لما بيجي من النظري للعملي وبعدين بصير في روح فريق متكامل. عم نشتغل كاخوه صراحه يعني، انه نحن عنا هي القطعه وبنبلش انه نحكي بين بعض انه شو بدنا نعمل شو بدنا نساوي كذا، روح فريق كان متكامل الصراحه يعني. طبعا اهم احسن من انه بكثير نحن ندرسها نظري، عرفتي كيف؟ فهي الجانب المهم انه لانه اللي بيدرس نظري صراحه انه ما بيحسن يعني. مثلا انا درست نظري عن سراج معين تمام، بس انا شفته نظري ما عرفته، بس لما نزلت بالتنقيبات كذا مع استاذ اياد الله يوجه له الخير، فنزلت معه التنقيبات فشفت السراج على ارض الواقع، فانا هون خلص نحافظ بمخي انه هاد سراج، وين ما طلع هاد سراج، عرفتي كيف؟ هي الفكره يعني. هلا انا يمكن حبيت اني فوت واعرف تفاصيل شغلكم، ما رح احط لكم اكثر، بدي اقول لكم شكرا، يعطيكم الف عافيه شخص شخص، بدي اقول لك بنتمنى نشوف هي الناحيه الجماليه موجوده بكل زاويه مو بس بالمتحف الوطني بسوريا، شكرا كثير لكم وكملوا شغلكم. اما هلا اكيد بدي ارجع لزميلتي سمار. سمار وين هلا بدنا نروح بعد هي الناحيه الجماليه اللي نحن عم نشوفها بعد ناحيه ترميم القطع الاثريه؟